two senses اللي هي الأولفاكشن and the taste وصلتكم الهيرينج أو الأوديتوري تمام والريكورد تبعها واضحة فيها أي مشكلة؟ طبعا الهيرينج والفيستيبولار سيستم فقط الأمثلة المذكورة هي بس المعروفة عنهم وهدول لسه التو سنسز كمان لسه أكثر في أشياء مش معروفة كيف بصيروا فقط الإشي الريبورتد رح نحكيه بهاي المحاضرة فالمفروض المحاضرة تلتزموا بالسلايدات لأنه أعتقدش الدكاترة رح يكتبوا الأسئلة رح يطلعوا برا السلايدات نهائيا تمام؟ أوكي طيب الفاكشن اللي هي السميل سنسيشن هي بتعتمد على إنه we detect chemical molecules ترتبط بريسبتور هذا الريسبتور will carry these خلينا نحكي fire an action potential that will be carried up to the olfactory cortex الموجودة في عنا في البرين طيب إذا أنا الفاكشن بشكل عام بعتمد على تحويل أنا الكيميكال لإلكتريكال impulse that will be detected هلا شو بيصير inside the brain كيف بميز أنا خلينا نحكي different smells هذا مش كتير معروف بالليترشر أو بالبوكس أوكي طيب إذا الانفاكشن it is the sense of a smell and it is one of the chemical senses يعني detect chemicals هاي يعني that will be detected by the olfaction أو the smell sense طيب هلا olfactory pathway بعتمد إنه يكون عندي أنا olfactory receptor الأولفاكتوري ريسبتور بيرتبط في الموليكيول this will they are true neurons they can fire a propagated action potential وهذا الاكشن بوتنشال it will be carried through the axons بتجمعوا الاكسونز هدول بستركشر بنسميه glomerulus اللي رح تعمل لي synapsing مع second order neuron بنسميها the mitral cells وال mitral cells will carry this information through the olfactory tract up to the olfactory cortex. This is in brief. طبعا كل ما كان السميل إلها ارتباط وثيق ب الهنجري اللي هي واحدة من الفيجيتاتيف ايش فانكشنز فبحكي لك إذا كان أنا الإنسان هنجري كل ما كان حتى لو كان عندي small concentration of this molecule you can trigger a strong action potential that will be detected. كل ما كان الإنسان is full كل مكان حتى لو كان عندي انا الموليكيولز هذول اللي ديتكتد باي ذا سميل سنس حتى لو كان الكونسنتريشن تبعهم عالي كل مكان انا في عندي انهيبيتوري ميكانيزم فروم ذا برين بتثبت انه تطلع الاكشن بوتنشال للالفاكتوري كورتكس فمرتبطه هاي السنس بشكل كثير كبير بالهنجر ستيتس تبع عندي انا الهيومن تمام اوكي طيب اذا انا عندي الالفاكتوري باثواي بيبدأ بريسبتور سيل الريسبتور سيلز هم بيقعوا في الأولفاكتوري إبيثيليوم هم they are true neurons هدول النيورونز بصيرهم دائما دمج they should be replaced replacement بتم عن طريق إشي بنسميه البيزل سيلز فهم the only neurons that can be regenerated يعني أكتر النيورونز ممكن أنا أحول الأندفرنشيتد ستيم سيلز لهدول الريسبتور أو الفاكتوري ريسبتور سيلز أوكي إذن they are continuously replaced by the basal cells وهم they are the only neurons that can be regenerated أوكي هلا عندي أنا في عندي different types of عندي أنا neurons في عندي cranial nerve 1 هم بنقلوا أنا عندي الانفورميشن وهم they are usually detecting normal range من هدول السميل مولكيولز أو الفاكتوري مولكيولز لكن في عندي أنا cranial nerve 5 it is associated with the painful أو noxious level of these olfactory molecules فإذا cranial nerve 1 هو له علاقة بالnormal level لكن بيصير noxious ويؤدي ل painful sensation بصير عندي الكري للinformation عن طريق cranial nerve 5 طبعا هدول الأكسونز اللي بنقلوا عن الفاكتوري nerves they are unmyelinated خصائصهم C fibers فهم لهم إيش خصائص الانميليتد او سي فايبرز بشكل عام they have slow conduction velocity طب ليش انا بدي slow conduction velocity why لو بدي نجي لوجيكلي ثينك ليش بدي انا انميليتد وبدي slow conduction مشان مش كل الفاكتوري موليكيول او مش كل السميل موليكيول بتقدر تعمل تريجرينج
لا سترونج اكشن بوتنشال، عندي ربد، لازم يصير عندي شويه فلتريشن، شويه عندي سميشن لهدول السيجنالز قبل ما انقلهم للالفاكتوري كورتكس. اوكي طيب، اذا الكلينر نيرف 1 بنقل النورمال عندي ليفل، وعندي بمر من خلال بسموها شيء كريبري فورم بليت. هلا اذا صار عندي فراكشر للكريبري فورم بليت، هذا ممكن يؤدي لي للريديوس بسموها هايبوزميا، او اليمينيت كومبليتلي للسميل سنسيشن بسميها انوزميا. هاي اذا صار عندي انا دمج بالكريبري فورم بليت، وخصوصا للنورمال ليفل اللي ذات ويل بي كاريد باي ذا كرينال نيرف 1. لكن اذا كان انا عندي السميل هاي نوكشس ليفل وكاريد باي ذا كرينال نيرف 5، اذا صار عندي فراكشر بالكريبري فورم بليت ما بصير عندي اي، خلينا نحكي امبيدمنت للترانسميشن اوف ذيس اكشن بوتنشال. وهذا مهم جدا، ليش؟ عشان اضلني انا عندي قدره تو ديكت ذا نوكشس ليفل اوف ذيس اولفاكتوري مولكيولز. طيب هل من خصائص الاولفاكتوري باث واي انه ات باي باس ذا ثالاموس، بيطلع رايت اواي تو ذا اولفاكتوري كورتكس، ويعتقد انه السميل مولكيولز هي من التريجرز او الستيمولاي اللي بتكون لهم رابد ميموري، بتكون لهم رابد ميموري، من اسرع الستيمولاي بتكون لهم ايش ميموري في داخل انا عندي البرين. واي they don't know why. اوكي فاذا اكيد في عندي جزء بالهايبوكامبس بالاميجدالا مسؤول عن الفورميشن اوف ميموري تراكتس فور ذيس سميل مولكيولز، اوكي بالاضافه للبرايمري اولفاكتوري كورتكس اللي موجوده بيكون بالعاده بالفنترولاترال بارت اوف ذا فور برين. اوكي طيب اذا بشكل عام انا عندي كمان الاولفاكتوري باث واي، اذا بتكون عندي الاكسونز اللي بتطلع او الاكشن بوتنشال ذات ويل فاير باي ذا اولفاكتوري ريسبتورز، ذي ويل جو ثرو نيورونز، ذي ويل بتجمعوا، ذي ويل كونفيرج انتو استراكشر بنسميه جلوميرولاي. الجلوميرولاي ويل سينابس وذ ذا ميترال سيلز، تعتبر سكند اوردر نيورون اللي رح تنقل لي كل الامبلسز والانفورميشن تو ذا بري بري فورم كورتكس اللي هي تعتبر موجوده باللاترال اولفاكتوري اريا، وان ذي ويل باي باس ذا ثالاموس. ما في عندي انا اي ريلي لهي الانفورميشن في داخل الثالاموس. طيب هلا وات ار ذا ستيبس اوف ذا ترانزدكشن بالالفاكتوري؟ اول وحده detection of other خلينا نحكي odorant molecules عن طريق الريسبتور، وهو ليش عنه خاصيته actual neuron. هلا الريسبتور مثل انا عندي secondary messenger pathway اللي هو لانه هو جي كابلد بروتين ريسبتور، secondary messenger pathway مشان يعمل لي actual action potential it should be linked to what sodium gated channels. هلا هون هلا مش عندي سكندري باثوي له علاقه ببروتين كاينيز، لا هون رايت اواي الاكتيفيشن اوف جي كابل بروتين ريسبتورز هدول ات ويل تريجر ذا اوبننج دايركتلي اوف ذا فولتج جيتد صوديوم شانلز اللي راح يعملوا لي ايش دي بولاريزيشن اند ذا فايرنج اوف اكشوال اكشن بوتنشال. اوكي ذات ويل بي بروباجيتد تو ذا نيكست نيورونز. طيب اذا انا عندي الاودرنت مولكيول، اذا بتروح عندي على الريسبتور بصير انا عندي جي كابل بروتين سايكليك اي ام بي اللي بيعمل لي رايت دايركت اوبن للسوديوم جيت شانلز، وبصير عندي ديبولاريزيشن اند ذا فايرنج اوف اكشن بوتنشال ذات ويل بي كاريد ثرو ذا فيرست اوردر نيورون، بتجمعوا بالجلوميرولاي بعدين بيطلعوا على الميترال سيلز، والميترال سيلز بترفع لي اياهم للالفاكتوري كورتكس. اوكي وبصير عندي فاردر بروسيسنج اوف ذيس سميلز، واذا بده يصير عندي ميموري رح تتكون ميموري لهدول انا عندي السميل او الاودرنت مولكيولز. طيب هاي This is only what we need to know about the olfaction. وإحنا حكينا في عندي normal level وفي عندي noxious level. Normal level عن طريق أي cranial nerve one. وبصير إذا صار عندي rupture بالcribriform form plate شو بصير بال sensation؟ You can lose the sensation of smell. لو شخص عنده congestion بالnose برضو بتقل. بيكون transient loss of برضو the smell sensation. في certain antibiotics كمان it can lead to the loss of smell sensation. Some برضو viral infection bacterial infection can lead to the loss of smell sensation. لكن إذا كانت noxious level لأنها بتروح عن طريق cranial nerve 5 ما بتتأثر ب changes اللي بتصير بالcribriform form for example plate إذا صار فيها fraction. طيب taste sensation من الأشياء المربوطة ب الالفاكتوري بالسميل سنسيشن.
التست برضه انا في عندي التست سنسيشن، في عندي لها شود بي ديتكتد هاي المولكيولز الكيميكالز باي سبيشاليزد كيمو ريسبتورز، هم مش نيورونز زي بحاله الاولفاكشن، هم سبيشاليزد ابيثيليوم they will be خلينا نحكي سينابس او في حواليهم نيبرينج نيورونز ذات ويل فاير ذا اكشن بوتنشال، بصير عندي انا اكتيفيشن لهدول للتيست ريسبتورز. في عندي انا 5 برايمري تيست ذات ويل بي ديتكتد باي ذا تيست باث واي. اول وحده السولت، وفي عندي الشوجر، في عندي البيتر ساور اند اومامي. السولت ديتكت السولتي كيميكالز مين للصوديوم الموجود بهدول السولت. الشوجرز ديفرنت شوجر زي الجلوكوز ات ويل بي ديتكتد باي ذا شوجر خلينا نحكي تيست ريسبتورز. في عندي السور ات ويل هايلي ريسبونسيف للاسيدز الموجوده بالفود. وفي عندي البيتر، البيتر بيعتبروهم من الريسبت البيتر تيست ريسبتورز بيعتبروهم من الريسبتورز ذات ديتكت بويزنس او توكسيك خلينا نحكي كيميكالز الموجودة في داخل أنا هدول الفود. وعندي الأمامي، الأمامي من الأشياء اللي إلها بصير كونكشن مع ريورد سنترز موجودين بالإيشن فود، سامعين فيها المونو صوديوم جلوتاميت الموجود وين؟ بالماجيك كيوبز فور إكزامبل. هاي المونو صوديوم جلوتاميت اللي هو بسموه ذا ميتي فليفر، هاي إلها سترونج اللينك مع الريورد سنتر، فمشان هيك الايشن فود بحطوا كميات كبيره من هاي الفليفر اللي لها علاقه في الادكشن كمان لسيرتن تايب اوف فود. اذا عندي 5 برايمري تيست ريسبتورز، اذا هم مش اكشوال نيورونز، هم سبيشاليزد ابيثيليال خلينا نحكي ريسبتورز مش زي الاولفاكتوري ريسبتورز. اوكي، في عندي ديفرنت فورمز لا هدول التيست ريسبتورز، وبتكون بشكل عام في عندي انا مايكروفيلاي اللي بتزيد السيرفيس اريا فور ديتكشن اوف ذس تيست مولكيولز، وفي عندي انا سبورتنج سيلز، في عندي برضه فيزل سيلز تو ريبليس ذيس ريسبتورز، وفي عندي انا كمان افيرنت تيست نيرفز ذات ويل كاري ذا انفورميشن افتر ذا اكتيفيشن اوف ذيس تيست ريسبتورز تو ذا تيست كورتكس ان ذا برين. اوكي طيب، هلا اذا انا في عندي التيست بادز اللي هي تيست ريسبتورز تتكون من سبورتنج سيلز، سبورتنج سيلز ذير اكشوال فانكشن از نوت نون. البيزل سيلز هم عباره عن انديفرنشيتد ستيم سيلز ذات ويل ريبليس ذيس ريسبتورز. شو الفرق بينها وبين البيزل سيلز هناك اللي بالاولفاكتوري؟ هنا they are replacing yes cell normal cells، هناك they are replacing what neurons، فبالتالي شو يعتبروهم the only neurons that can be regenerated. وعندي التيست ريسبتور سيلز اللي هي تعتبر تايب من الكيمو ريسبتورز ذات ويل ديتكت ذا كيميكالز الموجوده انا عندي بالديفرنت فليفرز او بالديفرنت عندي فود. وفيهم قلنا مايكروفيلاي تو انكريز ذا سيرفيس اريا فور ذا ديتكشن اوف ذيس تيست كيميكالز. اذا هم سبيشاليزد ابيثيليال سيلز اند نوت اكشوال عندي انا او ترو نيورونز. طيب هلا عندي انا ايتش تيست بادز أو ريسبتور it will detect one of the primary flavors اللي حكيت عنهم اللي هي salt, sugar, sour, bitter and umami specialized for one. هاي ها عادة بيكون باللو concentration، لكن بيكون عندي أنا هذا الكيميكال منه high concentration sometimes it can trigger more than type of receptor other than the primary receptor for this flavor. لكن باللو concentration of this خلينا نحكي chemical أو taste chemicals الموجودة عندي أنا بالفود بالعادة it will trigger at low concentration one type of the taste receptors. هلا عندي أنا taste pathways، في عندي two different types. في إشي موجود عندي بسموه بالanterior two thirds of the tongue بسموهم fungiform papillae and they are detecting the salty, sweet and umami sensations أو taste molecules and they are innervated by cranial nerve 7 بسموها corda tympani. اوكي، وحكينا الامامي هي الميتي فليفر اللي بيكون مسؤول عنها الامينو اسيدز الموجوده في داخل الفود او اذا كانت ارتفيشيالي زي المونو صوديوم جلوتاميت. طيب وفي عندي سكند تيست بادز موجودين بالبوستيريور 1 ثيرد اوف ذا تانج بسموه سيركمفاليت اند فولييت بابيلي تيست بادز، هذول ذي ديتكت السور اند ذا بيتر سنسيشن اند ذي ار انيرفيتد باي كرينيال
نيرف 9 اللي بسموه جلوسوفارينجوال نيرف، اند في عندي كمان من هدول التيست بادز ذات ديتكت اللي عندي البتر والسوار موجودين كمان قد يكون بالفارينكس، وعندي الابيجلوتس اند ذي ار انيرفيتد باي كرينال نيرف 10. اذا انا هاي ترتيب عندي التيست بادز، اول بالانتيريو دائما اي ويل ديتكت ايش السولتي سويت اند امامي، بالجنب والباك اي ويل ديتكت السور اند ذا بيتر تيست مولكيولز. بشكل عام الشجر اند سولتي لهم ذا هاير ذا لو خلينا نحكي هاير ثريشولد فور اكتيفيشن، والبيتر لها ذا لوست ثريشولد فور اكتيفيشن. شو يعني هاير ثريشولد؟ بدي كمية كبيرة مشان أقدر أحس بالشجر تيست أو السولتي تيست، بينما البتر ممكن one molecule is enough to activate the bitter taste buds. وهذا مهم جدا، ليش؟ protective mechanism، عشان أنا ضلني عندي قدرة to detect the toxic and poisonous chemicals. أوكي؟ إذا دائما إذا الهاي أكتر إشي sugar and salty، اقل شيء لها ثريشولد هي البيتر تيست بادز. يعني مين اسرع بيصير لهم اكتيفيشن؟ البيتر تيست بادز كومبير تو ذا عندي الشوجر والسولتي. وسمتايمز كمان اذا كان انا عندي واكتيفيت سيرتن ريسبتورز، شو بصير انا لما اكل حلو كميه كبيره وبدي اجي اخذ وراها سولت؟ بما انهم دي ار خلينا نحكي او نفترض انه شيء سولتي مع بدي اخذ وراه مثلا شيء حلو، انا عندي ريسبتورز دي ار ذا سيم وبنفس اللوكيشن، شو بكون يصير؟ انا عندي بدي وقت عبين ما يخلص عندي انا يخلص نحكي الفراكتور بيريود لهدول الريسبتورز او يصيروا يخلصوا ريلاكسيشن لاقدر اعمل ديتكشن مره ثانيه لهدول التيست مولكيولز. تمام؟ واحيانا بالهاي كونسنتريشن اللي بيصير عندي اي كانت اكزاكتلي detect the taste، لأنه بصير عندي أنا ممكن activation more than one type of the taste buds. okay. طيب هلا taste pathway they will carry the information from the cranial nerve 7, 9 and 10 to the salivary tract اللي رح تعمل لي أنا terminating the second order in neurons الموجودين بالسلوتري نيوكلياس، and it will take this information up to the taste cortex بداخل عندي أنا البرين. هل التيست كورتكس مربوط بتو areas بالهايبوثالامس and amygdala، وهي لها علاقة في إنه تعمل processing للink between the taste and the hungry sensation and the taste and the memory for these taste molecules. وفي عندي أنا كمان إلها area في داخل cerebral cortex تحديدا في عندي بالreward centers في limbic كمان system اللي بتأدي أحيانا في بعض التيست it can be associated with certain addiction behavior لهاي التيستس، زي منها قلنا حكينا الأمامي flavor إلها أكثر أو higher addiction خلينا نحكي rate compared to other type of taste. طيب اذا الستبس بالتيست ترانزدكشن انه انا بدي في عندي تيست كيميكلز موجوده بالفود it will be detected by the receptor it will be get activated through depolarization بالريسبتور بوتنشال. هذا البوتنشال بيكون ايش؟ مش اكشوال بوتنشال. شو بنسميه؟ ريسبتور بوتنشال او جريدد بوتنشال. الجريدد بوتنشال ايش بيفرق عن الاكشن بوتنشال العادي؟ الجريدد بوتنشال it is cannot be propagated، بده يكون في عندي نيبرنج نيورون they will detect and get activated by this graded potential and then they will be stimulated to carry to fire an actual action potential that will be carried to the taste cortex. مزبوط؟ اوكي. طيب هلا في عندي انا different flavors هذول او primary flavors الباثويز اللي بنقلوا او بيعملوا activation بيختلفوا. في عندي for example هنا البتر it will they are considered as a gigable protein they will activate or initiate the release of calcium عن طريق الاكتيفيشن لابس شيء بنسميه transient receptor potential channels. هاي رح تزيد عندي الاي بي 3 والكالسيوم and by that we can initiate the receptor potential or activation of this receptor. في عندي السويت والامامي also they are gcable protein
And they will increase the calcium that will open the transient receptor potential channels and initiate the depolarization. بينما عندي أنا السور والسولتي, those they are directly, لأنه أنا في عندي صوديوم موجود بهدول الكيميكالز, they will activate a sodium channels, بنسميهم إناك sodium channels, هدول directly they will initiate the depolarization and the activation of the receptor. إذا في عندي two ways, إذا عن طريق الجي كابل بروتين, سكندري مسجر, بزيد انا عندي الفوسفولايبيز والكالسيوم والاي بي 3 والترانزيانت ريسبتور بوتنشال شانلز ذات ويل انيشيت ذا اكتيفيشن اوف ذا ريسبتور, او عن طريق دايركتلي اني افتح ايش صوديوم شانلز ذات ويل انيشيت ذا ديبولاريزيشن اند ذا اكتيفيشن اوف ذس ريسبتور تو انيشيت ذا ريسبتور بوتنشال. واضحه؟ ذس از وات وي نيد تو نو اباوت ذا اولفاكشن اند ذا تيست. سهله المحاضره؟ سهله, وبوصلك مني ريكورد زوم ريكورد ان شاء الله, ببعته لحذيفة. تمام, يعطيكم العافية.